يا حاج. الحمد لله خير ان شاء الله. ايه امتى حصل الكلام ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طب اقفل انا جاي لك حالا. فواز ابويا راح مني خلاص. ايه اهدي وفهميني ايه اللي حصل. مش عارفه فجاه كده. طب ساكت والله كنا قاعدين كويسين ومن حظي الكويس اني سميحه جت تزورنا. كلمت الحاج وجابوه على الاسعاف على هنا. ايوه يعني طب ازاي؟ كل حاجه شرب حاجه؟ والله ما انا عارف. ده احنا حتى كنا بنعيد وانا بنتي اللي جبتي اجله ورحمه امي يا نعمه. لو ابويا جرى له حاجه لكن مقطعاكي ومشرحاكي 100 حته. ملوش لزوم الكلام ده يا سميحه. اهي كده يا حاج من ساعة اللي حصل ما حصل ونزل فيها تأنيب وتبكيت زي ما كون أنا اللي وقعته. هو في غيرك يا شر البقر؟ سامع يا حاج. خلاص يا سميحة قولنا. ده ابويا يا حاج وملوش استاب. خايفة يا أخويا لا يحصل أمي. اهدوا اهدوا الحكاية ما تستاهلش. هو كويس بس هيقعد معنا شوية في العناية لما نطمن عليه. العناية؟ يعني على كده بقى هيبات في الإنعاش؟ عادي يا نعمة عادي، لازم الدكتور يطمن عليه. طب يعني اسكيوز مي كده يا دكتور، هو ابويا فيه ايه بالظبط؟ السلام عليكم ورحمة الله. قلت لك ما تحفش، انت مش قد الحباية دي. شمتان فين يا جوز بنتي؟ بصراحة أنا مش قادر أمسك نفسي من الضحك. يا راجل ربنا بيقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. تهلكة؟ طبعا. هو في أكتر من التهلكة اللي أنت متجوزها دي؟ أنا كنت شغال تمام التمام وفجأة قطعت مية ونور. شغال تمام التمام؟ يكذب يكذب بقى وأنت بين إيدين ربنا. هتفول عليا كمان يا عم. كلنا بين إيدين ربنا، ما تزعلش نفسك. مش كفاية بقى وصلت ليلتي؟ يعني خير انت اعمل شر تلقى. هي نعمة معاكوا بره؟ هي وسميحة هيدخلوا لك دلوقتي. قالت لكوا حاجة؟ لا اطمن. الحمد لله. الدكتور بس هو اللي سيح. كبري عقلك يا مايا، حتى لو ما عمل فرح بالمرة هيدي الجوازة بدها تتم. وبعدين هو قال لك انه حيعمل الفرح ببيروت وهذا اللي بدنا اياه. خلاص يا سليم اهدى شوي، احنا ما قلنا شيء. يعني انت ما شايفة غير انا اللي عم بحكي وبنتك اللي عم تخلق المشاكل من تحت الارض؟ هو أنا لما بدي أعمل فرح هون بين أصحابي بكون عم بعمل مشكل؟ لك يا بنتي يا مايا، أنت ما عارف المصيبة اللي أنا فيها. فواز لو ما مضى العقود اللي مستنياه ببيروت أنا حيتحجز على كل أملاكي وحيعلنوا إفلاسي ويشرشحوني على صنوبر بيروت. بدل منك عامل هيك بحالك احكي مع مروان شريكك يدفع جزء من ديونك وانت سدد له إياهم لما وضعك يتحسن. مروان هيدا راس الأفعى وأكبر واحد له مصلحة في إعلان إفلاسي عشان يستولي على المكتب. عرفتي هلأ المصيبة اللي أنا فيها يا بنتي؟ خلص يا بابا ما تزعل، رح أعمل مثل ما أنت بدك. سوري. سامحيني يا بنتي، لكن هيدا هو قدرنا وعلى الإنسان أنه يواجه قدره بشجاعة وما يستسلم. وانت هيك برهنتي انك بنت اصل واصول وانا عمري ما راح انسى هالجميل. الله يحميك يا بنتي. ممكن اعرف ايه اللي مخليكي قلقانه؟ هو قال لك يا اختي على سفرية لبنان؟ ايوه قال لي. عادي يا اختي، ما هو بيسافر كتير. لا دي اول مره يسافر فيها لبنان. ومال لبنان زي غيرها كلها بلاد ربنا، وبعدين هو بيجري ورا اكل عيش ورزق. يا اختي انتي بتطمني نفسك ولا بتضحكي عليا؟ والنبي يا هدى تسيبيني في حالي، انا مش طايقه نفسي. يعني انتي قلقانه هو زي يا لهوي يا ابني قلت بعيد بالكره دي.
ما تاخدي وتدي معايا في الكلام يا انهار، ما احنا الاثنين يا اختي في مركب واحده. عايزاني اقول لك ايه؟ خايفه ومرعوبه اكتر منك 100 مره، اعمل ايه؟ بس هو ممكن يكون مسافر شغل مش كده؟ يا دي نيله على الكوره وسنين الكوره يا ولا. بسم الله الرحمن الرحيم، قلت في يا رب، قلت في يا رب. اها كده راحت العشرة يا عزم. يلعب واحدة تانية يا حاج، ما تعيطش الحساب عندي. على فين يا حاج؟ مرر عقبال ما اجيلك. عندي كلمتين ينفع اقوله؟ لا هو انا ما ينفعش بصراحه، الوقفه اللي احنا واقفينها دي اللي طوب الارض كله بيتفرج علينا فيها. بسم الله، واعمل ايه طيب؟ ما انت بقالك كتير ما بيجيش المحل. لو انت ما تعرفش يا حاج ان انا زبونه، انا على فكره مش بياعه عندك في المحل، يعني انا باجي اشتري حاجاتي وامشي على طول، مش الزام يعني ان انا لازم راحه جايه كده كل يوم. يا ست محدش قال الزام ولا حاجه، بالراحه عليها شويه. في ايه؟ الله، اصل كنت يعني عودتين عليكي وفجأة كده قطعتي بالراحة. معلش يا حاجة أشغال. طب أنا ليا طلب أخير. لا ما هو في الطلب في الوقفة دي بصراحة كده مش هينفع، أنا لازم أمشي حالا. ما تخافيش، محدش يقدر يبص لك طول ما أنت واقفة هنا. ما هو بص يا حاجة، واللي حصل حصل خلاص، وكانت هتقلب دندرة المرة اللي فاتت، خلينا أمشي بقى. بص رجلك، أنا مش ناقصة فضايح. أنت بقى ما تعرفيش إيه اللي حصل. مش انا ضربت الواد قدامك بالقلم؟ يهرب، راح جاب عيلته وعيلت عيلته، كسرت عظمه هو وعيلته وعيلت عيلته كمان. ايوه، امال انت فاهمه ايه؟ ماشي يا حاج، بس كفايه قوي برضو اللي حصل لحد كده. السلام عليكم. يا ست اسمعي بس، ما كان زمانك سمعت الطلب وخلصنا. ماشي يا حاج، هسمع الطلب. قوم. ودينا ما تقطعيش بينا، هستناكي. صلاه النبي احسن. خليك. شوف طلب خفيف. بسم الله بحرسك وصايا. أقول لك طلب خفيف. ربنا يسهل. السلام عليكم. مع السلامة. ألف مليون سلامة. يا سلام. ربنا أنت معلم يا ولد فواز. صحيح. الحريم دول نعمة، واللي يكرههم يعمى. هو يا حاج. شكرا يا معلم. العفو يا حاج فواز. إيه يابا؟ ايه؟ مش هيلي على قهوه؟ اصل كان في مصلحه كده بخلصها. مصلحه؟ مصلحه ايه؟ منعم يا منعم تكون بتتشال. ولا بطل الباكج بتاعك ده، قول لي عملت ايه مع نسابك وديه؟ تمام الحمد لله. ده انا جاي ابلغك، انا هسافر في خلال يومين واسيب لك بقى المحلات والمصنع ومش هوصلك. عليا الاثنين، سافر وانت بتطمن. طمن؟ مش عارف، شامم ريحة حاجة طرية كده وهي اللي مخلية دماغك شاردة. بعدها معاك يا ابن الصياد، هتعملهم عليا أنا ولا إيه؟ أنا بس قلت أقول لك خلي بالك. ليه؟ 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 عشان ما تحصلش أبو سميح. كده؟ أنا بقى هروح أقول لمراتاتك. لا 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 لا، ده أنا بهزر، ده أنا بهزر. تلعب 10 طاولة؟ اتمرنت؟